أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. الإنسان عندما تحل عليه الأذية، هذه الأذية لها مناشئ تقريبا ثلاثة مناشئ. هنالك أذية تأتي للإنسان بتقصير من هو المقصر فيتأذى. الآن مثاله الواضح، من يدخل إصبعه في المنحلة عند خلايا النحل هذا يلدغ، أو يدخل يده في جحر ثعبان مثلا، أو أن إنسانا يؤذي إنسانا بريئا طبيعي بني آدم فيه خاصية رد الفعل. البعض يؤذي ابتداء والبعض يؤذي ماذا انتقاما، والذي آذاه أحد آذاه انتقاما وقصاصا غير ملوم. صحيح من عفا وأصلح هذا خير له، الصلح خير، ولكن إن آذاك مؤذٍ آذيته كما آذاك عموما هذا لا يعد في الإيذاء المذموم إذا كان الإيذاء شرعيا. النوع الثاني من الإيذاء أن يرد عليك إيذاء من دون تقصير ولكن في دائرة الدنيا. مثلا إنسان أراد أن يتزعم قوما، أيضا أقول بحق، صار زعيما صار رئيسا وكل ذي نعمة محسود، آذاه الغير، هذا أيضا نوع إيذاء. إذن إيذاء بسبب منك، إيذاء بغير سبب منك، ولكن الأذية في دائرة الدنيا. ومثاله أذية الزوج للزوجة أو العكس. ولكن حديثنا القسم الثالث من الإيذاء، إن وقعت في هذه الدائرة من الإيذاء اغتنم الفرصة. ما هي هذه الدائرة؟ أن تقع عليك الأذية من دون تقصير منك ولكنك أوذيت في الله، لأنك مؤمن آذاك المؤذي. إذا وصلت في هذه الدائرة كلما اشتد الإيذاء قلنا في الله عز وجل ارتفعت الدرجات العليا، أنت ملحق بالأنبياء والمرسلين. أقول ملحق، أولئك الذين أنعم الله عليهم، يعني مع الأنبياء والمرسلين. أرجع وأقول الذي تقع عليه الأذية في الله هذا رب العالمين هو المدافع عنه. من على رأس هذه الطبقة؟ من هو الذي أوذي في هذه الأرض بإيذاء لا نظير له؟ كلكم تعرفون، هو الحبيب المصطفى محمد. الآن الرواية المعروفة عندكم جميعا، ما أوذي أحد ما أوذيت، ولكن هذه الرواية الثانية شاهدنا، ما أوذي أحد مثل ما أوذيت في الله. إذن المهم أن نلتفت إلى كلمة إيذاء، الإيذاء في الله عز وجل. النبي، حديثنا سيكون هذه الليلة حول أذى رسول الله. كان رسول الله أصبر الناس على أوزار الناس، كم كانت تقع عليه الأذية كان من أصبر الناس، فدته نفوسنا. هذه الرواية ترقق قلب كل مسلم.
هذه الرواية إن قرأتها في الروضة المطهرة عند النبي وجرت دمعتك شفقة علي سل الله ما تشاء عندئذ. يقول كأني عن ابن مسعود كأني أنظر إلى رسول الله يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه. يعني هذا المنظر متكرر في التاريخ، الأنبياء طالما آذاه المؤذي، ولكن الشاهد النبي من ألطف الناس قلبا في حياة البشرية. الآن بعض الأنبياء آذوه القوم كان يصبر، الكلام أنه كان النبي مدميا وهو يمسح الدم عن وجهه، مرة يمسح الدم ولا يقول شيئا يصبر، هذا صبر، ولكنه فدته نفوسنا يمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني هذه الجملة لو قالها بعد الإدماء بأيام بعد اندمال الجرح أيضا مزية، الكلام أنه يقولها وهو يمسح الدم عن وجهه. لا أدري هل يصل أحدنا إلى هذه الدرجة أم لا. يقول الراوي رأيت النبي بسوق ذي المجاز فمر وعليه جبة له حمراء وهو ينادي بأعلى صوته يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما ذكر صلاة ولا صوما ولا حجا، يطلب وحدانية الله عز وجل، ولم يقل قولوا لا إله إلا الله مثلا تكونوا من المسلمين، تعبدوا بلا إله إلا الله، إنما رغبهم بالفلاح. إذن العبارة فيها دعوة إلى التوحيد مع بيان الجزاء أيضا والفلاح بقول مطلق، يعني في الدنيا والآخرة. ورجل يتبعه بالحجارة وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه. هذه منطقة الرجل يبدو كانت بادية، كان يربيه بالحجارة ويقول لا تطيعوه فإنه كذاب. قلت من هذا؟ قالوا هذا غلام من بني عبد المطلب. قلت فمن هذا يتبعه يرميه؟ أحدهم يقول هذا كذاب والثاني يرمي. قالوا هذا عمه أبو لهب. إذن يرمى بالحجارة وهو يدعو الناس إلى الله عز وجل. لا أدري هذه الرواية أنقلها أم لا، لأنها رواية لا يتحملها مؤمن له محبة لحبيبه المصطفى. يقول أيضا رأيت النبي وهو يقول قولوا لا إله إلا الله، فمنهم من تفل في وجهه ومنهم من حثى عليه التراب ومنهم من سبه. أقبلت جارية بعس من ماء فغسل نعم وجهه ويديه وقال يا بني اصبري. كان يصبر هذه الجارية، يعني هذه الجارية لم تتحمل منظر النبي وهو يسب وهو يحثى عليه التراب، فكان يصبر. وكما قلنا دعاؤه اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ونحن نقول يا سيدي يا رسول الله نحن ما آذيناك هذا الإيذاء، آذيناك بأفعالنا، ولكن يا نبي الرحمة يا أبا القاسم أنت أبو هذه الأمة،
فجعنا بفقدك يا رسول الله، فما أعظم المصيبة بك علينا، حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون جميعا. وقد رقت القلوب، نتوسل إلى الله عز وجل بحبيبه المصطفى على أمل أن لا ترد لنا دعوة بإذن الله. يا أبا القاسم، يا نبي الرحمة، يا رسول الله، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلاة. Oh.